يعني شايفينك بتعصر كده والدموع في عينك. سعد مأثر فيك قوي يعني. سعد مأثر فينا كلنا بصراحه والله. توصلت معاه رحت له زرته ولا الموضوع اكيد نصار. اكيد يعني طبعا ما سبتوش من اول ما عرفت الخبر. خبروا عليك ازاي؟ عرفت طبعا من المواقع الاخباريه يعني عرفت من خلال. احساسك كان ايه لما شفت خبر زي كده على صاحب عمرك اللي ما سابكش في وقت؟ يعني طبعا اكيد الواحد اتضايق يعني لو اي حد فيكم حصل له موقف زي كده هيزعل. هو ما يستاهلش حاجه وحشه يعني بصراحه. طب انت شفت القضيه ازاي والاتهامات اللي اطمن جمهور سعد اطمن اهل سعد الاول واطمن مرات سعد وبنات سعد كل اللي متعلقين في لعبه سعد ربنا ان شاء الله بامر الله معاكم ويطلع لنا بالف سلامه. في ناس بيوتها وقفت بسبب حبس سعد؟ نعم. في ناس بيوتها وقفت بسبب حبس سعد؟ اه طبعا اكيد يعني فرقته عددها كبير بسم الله ما شاء الله الله اكبر بيعمل برامج و بيعمل برامج طبعا وكل حاجه في برنامج تلفزيوني كل حاجه ايه اللي حصل لسعد طبعا كل حاجه واقفه وربنا يفك كربه ان شاء الله باذن الله. وحددت جلسة 25/11/2024 لإيداع التقرير.